تتميز اللي هي عنيدة سوكي سيغ، تتميز اللي هي أكتيف، اللي هي ما تسكتش على حقها، اللي هي قوية اكزاكتومون قوية، وكي عندها حاجة في مخها توصلها توصلها. تحكيو كل شيء لامكم ولا ثم حاجة تحكيوها لبعضكم ما تحكيوهاش لامكم؟ هذايا بيج. انا السفيل دخلت انا ومالك وجينا راهو كل شيء نحكي، ما عنديش شكل نخبي على ما كل شيء نحكي ولا دو ا جوسكا زيد. احكي لي شنو الحاجه اللي حكيتها لما كنت ندمت انك حكيتها لها؟ شنو الحاجه حكيتها ما وقت اللي ندمت لي؟ برشا حاجات برشا مرات، ونحكي حاجات ما لازمنيش نحكيهم لها وكها، وبعديك يوفى نقاش خايب حاصيلو. شو ما نحكي لك شو ما نحكي لك شو ما تحكي ليش. المرأة التونسية سورتو عندها شاغم مش نرمال، خاطر مشكل المرأة التونسية أي مرأة في الدنيا باش تلقى عندها شاغم سبيسيال، يعني يميز البلاد هذيك كيما تونس كيما مصر كيما المغرب. ساعات عاد كي ترى لي تري نتاعو وتعرف الناسيوناليتي نتاعو شنو هي لي تري نتاعو، وكل انا اي بليف اللي كل عبد عنده الشاغم سبيسيال نتاعو واللي تري سبيسيال نتاعو. نسي بسم الله ما شاء الله عليهم، نسي العالم الكل محليهم، اما نسي تونس عندهم زين ما يتوصفش. باش تتميز المرأة التونسية احكي لي. تتميز اللي هي عنيدة سوكي سيغ، تتميز اللي هي اكتيف، اللي هي ما تسكتش على حقها، اللي هي قوية اكزاكتومون قوية، وكي عندها حاجة في مخها توصلها توصلها. منين جيتونا انتوما؟ صفاقس. نعيشوا في تونس، اصلا من صفاقس ما نسكنوا في تونس. بارك الله عليكم. احكي لي على اللوكم تاعك محليها على الاخر. انتي عامله ستيل هكا روحك ولا احكي لي بالضبط؟ والله انا عندي في مخي برينسيب إلسفي ما خرجتش مزيانه من الدار ما عندي عليه باش نخرج. إلسفي انا نلبس سرويل جين ومريول كاكس كايغريك، ما فما حتى شيء انه انا باش يميزني على العبد الاخر. نجم نمشي انا واختي، نجم نمشي انا واختي وبنت خالتي وكل نشري نفس السراول نفس المريول، حاجه ستاندار على العباد الكل. لازمك انت تلبس حاجه تظهر الفاليو نتاعك، تظهر اللي انت سبيسيال، تظهر انت شكونك في شخصيه، في شخصيتك تظهرها في اللبسه نتاعك. فرحانه باللوك نتاعك باز، فرحانه محليه على الاخر. وقتاش عملت الكوب هذه اللي في شعرك؟ عندي عام نورمالمون شعري انا كان طويل وكيرلي، عندي عام اللي اخترت اني نقصه ونعمله كذا. يقول لك الطفله في سن المراهقه تبدل برشا حاجات في روحها حسب الظروف اللي عاشتها. انت اللوك نتاعك يعبر على الظروف اللي عاشتها في سن المراهقه؟ لا جمله، انا غزرت التصويره لقيت شعر محلي، لقيت لوك نحب انا ديما نحب نبدل. عندي البرينسيب نتاعي حتى الديزاين نتاع بيتي، ما نجمش نعدي شهر شهري بنفس الديزاين، لازم كل شهر نعمل حاجه، كل شهرين نبدل حاجه في روحي خاطر نفد هكاك. فهمت؟ احكي لي على سن المراهقه، فتره المراهقه كيف جاتك؟ صعيبه عاديه كيف؟ والله الحق نتاع ربي انا عبد رياليستيك، ما عنديش هذيك الدراما نتاع سن المراهقه و دونك نورمال تعديت. لا 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 ذاك الدبريم وهذاك لا، انا اي بليف اني انا ديما في البلاصه الصحيحه في الوقت الصحيح، وديما نحمد ربي على كل شيء. دونك ما عندي عليه باش نقول سن المراهقه وانا هذايا جرحني. نو 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 الجمله ما عنديش منه امبرسيف في حياتي، العبد اللي قلقني نخرجه من حياتي، اما باش نقعد انا نتقلق وسن المراهقه وهذاك عمل لي فازه وهذيك عملت لي فازه. نو. قداش عمرك؟ 18 ans. وانتي سن المراهقه الفتره نتاعك كيفاه جاتك في تاع سن المراهقه؟ هذايا على الاخر ما فماش هكا الشونجمون، سيرتو مع عائلتي جون فماش هكا الشونجمون نتاع لي ماكمش توفري ولا متوفريش ما توفروليش، هذاك عنده هذاك ما عندوش، بيني مش كيما هذاك مش كي على الاخر. اي على الاخر متربي على اقتناع. انتم اخوه؟ اي. كيفاش علاقتكم ببعضكم؟ كلوز على الاخر، ياسر قراب لبعضنا. انا مني سوسيال برشا، مع نعرف برشا عباد اما ما عنديش هكا اصحاب اللي نخرج معاهم ديما ديما ديما. لا بريسك خرجتنا الكل مع بعضنا، حتى قعدتنا في الدار ديما نقعد ونعملوا قهوه مع بعضنا، نقعد ونحكي ونفادلكوا ونضحكوا. ما عندكمش هكا هذه اختي غير منها، كيف تلبس خير مني، كيف تلبس لي لبستي، كيفاش تخرج مع صاحبتها وانا ما نخرجش مع صاحبتي، كيفاش هزت لي حوايجي، هذاكم الكل ما عندكمش منهم معركه. باش حتى مرات نشري حاجه ولا هي تشري حاجه نلبسها انا قبل ولا تلبسها هي قبل، ما يقلقش عادي، ما نفس البيت نفس الحوايج وصحابي بعضنا. حتى عرفت ماخذينها من ما خاطر حتى ما معناتها صاحبه معانا اكثر من اللي هي ام. فهمت؟ دونك تحسنا ثلاثه صحاب مش ام.
تحكي وكل شيء لامكم ولا ثم حاجة تحكيوها لبعضكم ما تحكيوهاش لامكم؟ هذايا بيج. فما حاجة تحكي والأم فما حاجة تحكي للصاحبة. يا أمهم راه ثم حاجات ما همش يحكي لكم. أنا نحكي كل شيء. أنا إلزافيل دخلت أنا ومالك وجينا راه كل شيء نحكي، ما عنديش شكل نخبي على أمها، كل شيء نحكي ولا دو أ جوسكا زيد. اسمعني، ثم قهوة الأم تعملها لبنتها باش تحصل بها بنتها، ثم قهوة تعملها الأم وتقولها إيجا نعملوا قهوة مع بعضنا وهي راه باش تصلبها على راسها. قداش من مرة أنت تصلب على راسك مع أم؟ برشا مرات ونحكي حاجات ما لازمنيش نحكيهم لها وكها، وبعديك يوفى نقاش خايف حصيله باش ما نحكي لك شو ما نحكي لك شو ما تحكي ليش شو. احكي لي شنو الحاجه اللي حكيتها لما كنت ندمت انك حكيتها لها؟ شي حاجه حكيتها موقات اللي ندمت لها؟ برشا حاجات. ليه شو مش ندم لي انا حكيتها لها؟ مرات تعطيني انسر انا ما كنتش نستنيها، عرفت تتنقز على موضوع اخر، فهمت؟ ما تولي تتلوجي على حاجه اخرى، وانا حاجتي باش نوصل لها حاجه معينه، فهمت؟ دونك كهوه ذيك هي. وانت شنو هي القهوه اللي عملتها مع امك وحصلتك في برشا حاجات وصلبتك على راسك في برشا حاجات؟ شنو هي الحاجات اللي صلبتك فيها على راسك؟ انا ديما مصلوب على راسي، نبدا انا نحكي وما بحذا وقتي مقابلات تعمل لي كيه بعينيها نتاع اسكت انا نعمل شنو لا في بالي نخليها منقوم، فهمت؟ ديما مصلوب على راسي ما عنديش كل نخبي وكل. انت مع حضور اختك تستحق صاحبه في حياتك؟ لا جمله. وانت جمله ما عندكش اصحاب؟ ما عندكش اصحاب؟ عندنا اصحاب وعندنا زاد نفس اصحاب وعباد باهيين يعني، اما ما نجي استغنى عليها. هي عرفتك تفهمني من نظرة نتاع نغزل صاحبتي تعدى نظرا شكون صارت فازا نغزل اختي نلقاها سي بون فهمتني، اختي اللي معايا لازم نقعد نفسر له باش يفهم اش صار، اختي احنا بالعينين نفهم بعضنا. قداش بينتكم فرق؟ 5 ans. سي بيان. يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. عايشك. تتميز اللي هي عنيدة سوكي سيغ، تتميز اللي هي اكتيف، اللي هي ما تسكتش على حقها، اللي هي قوية اكزاكتومون قوية وكي عندها حاجة في مخها توصلها توصلها. تحكي كل شيء لامكم ولا ثم حاجة تحكيوها لبعضكم ما تحكيوهاش لامكم؟ هذايا بيج. انا إلزافيل دخلت انا ومالك وجينا راهو كل شيء نحكي، ما عنديش شكل نخبي على امها، كل شيء نحكي ولا دو أ جوسكا زيد. احكي لي شنو هي الحاجة اللي حكيتها لما كنت ندمت انك حكيتها لها؟ شي حاجة حكيتها موقات اللي ندمت لنا برشا حاجات. برشا مرات ونحكي حاجات ما لازمنيش نحكيهم لها وكها، وبعديك يوفى نقاش خايف حصيله باش ما نحكي لك شو ما نحكي لك شو ما تحكي ليش. تتميز اللي هي عنيدة سوكي سيغ، تتميز اللي هي اكتيف، اللي هي ما تسكتش على حقها، اللي هي قوية اكزاكتومون قوية وكي عندها حاجة في مخها توصلها توصلها. تحكي كل شيء لامكم ولا ثم حاجة تحكيوها لبعضكم ما تحكيوهاش لامكم؟ هذايا بيج. انا إلزافيل دخلت انا ومالك وجينا راهو كل شيء نحكي، ما عنديش شكل نخبي على امها، كل شيء نحكي ولا دو أ جوسكا زيد. احكي لي شنو هي الحاجه اللي حكيتها لما كنت ندمت انك حكيتها لها؟ شي حاجه حكيتها موقات اللي ندمت لنا برشا حاجات. برشا مرات ونحكي حاجات ما لازمنيش نحكيهم لها وكها، وبعديك يوفى نقاش خايف حصيله باش ما نحكي لك شو ما نحكي لك شو ما تحكي ليش.